الرئيس السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب إفريقيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية. الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي بمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. اليوم انطلاق جلسات الحوار الوطني حول قضايا المحور الاقتصادي بمشاركة واسعة من جميع الأطياف. إذن هي 7 صباحا في القاهرة والرابعة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من القاهرة. تحياتي، أهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول التباحث حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وجنوب إفريقيا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات التاريخية والأخوية بينهما على شتى الأصعدة. هذا بالإضافة إلى دفع التشاور والتنسيق حول مختلف قضايا السلم والأمن والتنمية الاقتصادية لما للدولتين من ثقل مهم يخدم المصالح المشتركة. وشهد الاتصال بحث مستجدات عدد من القضايا الدولية وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، أخذا في الاعتبار تداعياتها السلبية على الأوضاع الاقتصادي والغذاء والطاقة في الدول النامية على مستوى العالم، ولا سيما في إفريقيا، وفضلا عن مناقشة تطورات أهم القضايا الإقليمية والملفات المطروحة على أجندة الاتحاد الإفريقي، وذلك في ضوء الدور الرائد للبلدين الشقيقين على الصعيد القاري وكذا التنسيق المستمر بينهما في هذا الصدد. أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي للرئيس التنفيذي لشركة سكاتك ASA النرويجية بحضور رئيس الوزراء. وأكد المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تطرق أيضا إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد ريي بيلسكوغ الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك ASA النرويجية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. كما شارك في الاجتماع السيد ميكيل تورود عضو مجلس إدارة الشركة والسيد محمد عامر المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة، بالإضافة إلى السيدة هيلدا كليمتيزدال السفيرة النرويجية بالقاهرة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد متابعة الاستثمارات المتنامية لشركة سكاتك في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين والوقود الأخضر بمصر، ومن بينها مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر في العين السخنة الذي بدأ الإنتاج بالفعل للمرحلة الأولى لتصبح مصر أول دولة في أفريقيا تنتج الهيدروجين الأخضر، ومشروعي الإنتاج المشترك للأمونيا الخضراء في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تقارب 6 مليارات دولار، وفي دمياط باستثمارات حوالي 870 مليون دولار، ومشروع طاقة الرياح بقدرة 5 جيجاوات باستثمارات 5.6 مليار دولار على عدة مراحل خلال السنوات القادمة، ومشروع الإنتاج المشترك للميثانول الأخضر في دمياط باستثمارات حوالي 450 مليون دولار. كما تطرق اللقاء إلى مشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا لتصدير الطاقة المتجددة بقدرة حوالي 3 جيجاوات، والذي تم التوقيع على مذكرة تفاهم لبدء الدراسات الخاصة به. وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن رئيس الشركة النرويجية أكد خلال اللقاء الالتزام بتوسيع استثمارات الشركة في مصر خلال الأعوام المقبلة في ضوء ما شهدته مصر من تطوير متميز لبنيتها التحتية في مختلف القطاعات،
وأضاف الجانب النرويجي أن هذا الدعم المصري الكبير لتسهيل مناخ الأعمال يقابله من جانبهم حرص أكيد على بذل أقصى جهد لزيادة الاستثمارات ونقل التكنولوجيا والمساهمة في الجهود المكثفة التي تقوم بها الدولة لوضع مصر على قائمة الدول المصنعة للطاقة الخضراء والمصدرة لها، بما يجعل مصر وجهة ومحورا للتزود بالوقود الأخضر لخطوط الملاحة العالمية ومركزا إقليميا لإنتاج وتداول الطاقة. وأشار المتحدث الرسمي كذلك إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، والذي تتم ترجمته سريعا إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، بما يعكس الإجراءات التي تتخذها الدولة لدفع وتطوير آليات مشاركة القطاع الخاص والشركات العالمية الرائدة في مشروعات التنمية، خاصة الطاقة الخضراء، على النحو الذي يضيف إلى حجم وقيمة الصادرات المصرية ويعزز القدرة الكلية للاقتصاد الوطني. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تتبنى سياسة واضحة، وهي الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد. وخلال استقباله رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد رئيس الوزراء حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، ولافتا إلى أنه تم أيضا إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية. من جانبها، وجهت رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد الشكر للرئيس السيسي على الجهود المبذولة التي تعكس حرص مصر على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد. أكد رئيس الوزراء أهمية التطوير المستمر لقطاع الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، بما يخدم المشروعات التنموية ويحقق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب العمل من أجل تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية. استعرض مدبولي خلال اجتماع مع عدد من المسؤولين سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وكذا ما يتم من مشروعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في هذا القطاع الحيوي بالقرى المستهدفة ضمن إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. كما تطرق الاجتماع إلى الخطوات المبذولة لتفعيل الشراكات مع شركات القطاع الخاص العالمية والمتخصصة في مجالات الطاقة. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الأهمية التي توليها الحكومة لبرنامج الطروحات الحكومية بوجه عام، وذلك في ضوء خطة الدولة نحو تنويع مصادر الاستثمارات، وكذا تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية والتي من شأنها دفع عجلة النمو وزيادة في مساهمة القطاع الخاص في السوق المحلية. خلال ترأسه اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لبرنامج الطروحات الحكومية في قطاع الكهرباء، وجه مدبولي بسرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة بطرح محطة كهرباء سيمنز في بني سويف. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 2، والذي استمر لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريبات السنوية للقوات المسلحة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التخصصي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة شرف 2، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة
على الدعم الذي توليه للهيئة الهندسية للحفاظ على الاستعداد القتالي الدائم والكفاءة الفنية العالية، بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار. وقد تضمنت المرحلة عرض ملخص فكرة المشروع وعرض التقارير من مختلف المستويات، والتي أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالي العالي لكافة العناصر المشتركة. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذ مهامهم وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات. وأشاد الفريق أول محمد زكي بالأداء المتميز والروح المعنوية العالية للقوات المشاركة في المشروع، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات المختلفة، وفرد مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. أشادت سفيرة فرنسا لحقوق الإنسان دلفين باريون بالتقدم الذي حققته مصر في مجال تمكين المرأة، وخلال زيارتها للمجلس القومي للمرأة للتعرف على جهود مصر في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات، أكدت السفيرة الفرنسية حرصها على دعم التعاون بين البلدين في هذا المجال. يناقش الحوار الوطني اليوم بعض قضايا المحور الاقتصادي والذي يضم 8 لجان فرعية، ومن المقرر عقد 4 جلسات بشأن هذا المحور، وذلك بمشاركة واسعة من جميع الأطياف، وتخصص أيضا جلستان منها لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية. وعلى التوازي تخصص الجلستان الأخريان لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر، وكذا وسائل الجذب ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتين على جدول أعمال لجنة السياحة. عقد الدكتور أحمد جلال مقرر عام المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، والدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، والمستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعا لوضع اللمسات النهائية لبدء الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي، استعدادا لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي في اليوم الثلاثاء، وبحضور مسؤولي اللجان وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني. من جانبه عقد المهندس خالد عبد العزيز مقرر عام المحور المجتمعي، والدكتورة هانيا الشلآمي مقرر عام مساعد المحور المجتمعي، وكذا المستشار محمود فوزي رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني اجتماعا للاستعدادات النهائية لانطلاق الجلسات النقاشية للمحور المجتمعي الخميس القادم. جاء ذلك بحضور مسؤولي اللجان وبمشاركة أعضاء الأمانة الفنية للحوار الوطني. انعقدت جلسات المحور السياسي بالحوار الوطني حيث تناولت بعض القضايا التي تهم المواطنين، حيث عقدت لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي جلستين لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية، كما عقدت لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة جلسة لمناقشة القضاء على كل أشكال التمييز، كما ناقشت لجنة النقابات والمجتمع الأهلي تحدي التعاونيات ودور الجمعيات التعاونية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا حول جهود زراعة واستيراد ودعم القمح
وكذا جهود الجمهورية الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعد 8 سنوات من تنفيذ استراتيجيات تقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك. وأبرز التقرير الرؤية الدولية الإيجابية لجهود مصر في إدارة منظومة القمح، حيث أشارت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة إلى أن مصر تهدف إلى رفع مستوى الاكتفاء من القمح من خلال زيادة المساحة المزروعة وكذا استخدام الأساليب المختلفة الزراعية المتطورة إلى جانب الحد من مستويات الهدر. ومن جانبها ذكرت وكالة فيتش أن مصر اعتمدت استراتيجية لمضاعفة مساحة الأراضي المنزرعة من القمح لزيادة الاكتفاء الذاتي منه مع اعتماد التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاجية وتقليل استخدام المياه.
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الإفراج عن أكبر كمية علاف دفعة واحدة بمقدار 308,000 طن من الذرة والصويا بحوالي 134 مليون دولار. يأتي ذلك في إطار متابعة الإفراج عن مستلزمات الإنتاج وبهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا باعتبارها المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة. نشرت صحيفة التايمز البريطانية تقريراً أبرزت خلاله العديد من المقومات السياحية والأثرية الفريدة التي يزخر بها المقصد السياحي المصري. وسلط التقرير الضوء على الميزة التنافسية التي يتمتع بها المقصد المصري بما يملكه من العديد من الأنماط والمنتجات السياحية، ومنها السياحة الثقافية، حيث الاستمتاع بزيارة العديد من الأماكن الأثرية بالإضافة إلى القيام برحلات نيلية يمكن خلالها زيارة العديد من الأماكن الأثرية على طول نهر النيل، إلى جانب الشواطئ الرائعة والرياضات المتنوعة التي يمكن ممارستها مثل رياضة الغوص بمياه البحر الأحمر، علاوة على الصحراء التي يمكن ممارسة مجموعة من الأنشطة بها والتي من بينها إقامة المخيمات ومشاهدة النجوم. أحلى فرحة، فرحة فرحتها في حياتي. احنا بنشعر بالفخر كل ما نروح اي حته في العالم، بنشعر بالفخر ان احنا مصريين. كنا واثقين في القياده السياسيه وعارفين ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على اولاده، حافظ على ابنائه، بيروح يجيبهم من ارض النار. الحمد لله رب العالمين، احنا ما كناش متخيلين ان الطيران هيقدر يجي لنا في الحته دي. انا واثق ان انا ورايا مؤسسات قويه جدا هي اللي جابتني هنا. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها. قول لي ربنا يخليك ويطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغلبان قبل الغنيان. البلد اللي فيها قائد وجيش يطمن اهلها ويعيش. حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها. يواصل معبر أرقين استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى القادمين من السودان. استقبل المعبر العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. هذا ويواصل معبر قسطل البري استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدار الساعة. يشهد المعبر زيادة في عدد الخدمات المقدمة سواء الطبية أو الإنسانية، بالإضافة إلى وجود مبادرات وقوافل مصرية تابعة لمؤسسات مختلفة تقدم الدعم للنازحين على المستويين الصحي والغذائي. كما يواصل موقف كركر الدولي في محافظة أسوان استقبال العائدين من السودان وسط استنفار كبير لتقديم الدعم خاصة في القطاع الطبي، حيث عملت المحافظة على توفير الخدمات اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية، بالإضافة إلى الحافلات والأتوبيسات وميكروباصات السرفيس، وذلك لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولي بكركر وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية، وكذا موقف الأقاليم للسرفيس في اتجاه القاهرة وباقي المحافظات الخاصة بالجمهورية طبقا لرغبة القادمين من السودان.
أعلن الجيش السوداني أنه مستمر في القيام بواجباته في حماية الوطن وصد ميليشيات الدعم السريع. أضافت القوات المسلحة السودانية أن الجيش يكبد ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة ومتزايدة في كافة مواقع تمركزاتهم في العاصمة الخرطوم، وشدد على أن ميليشيا الدعم السريع لا تزال مستمرة في انتهاك القوانين والأعراف الدولية بما فيها الاعتداء على مقرات البعثات الدبلوماسية في العاصمة، حيث اقتحمت مقرات سفارة السعودية والأردن. اندلع حريق كبير في أحد الأسواق الرئيسية في مدينة أم درمان السودانية، حيث تدور اشتباكات بين الجيش السوداني والدعم السريع في عدة مناطق. تعقد الجامعة العربية اليوم في جدة اجتماعا على مستوى المندوبين الدائمين وكبار المسؤولين للإعداد لاجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية 32 في المملكة العربية السعودية. كان الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط قد شارك في وقت سابق في أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي التحضيري للقمة العربية العادية 32. دعا أبو الغيط في كلمة له إلى تعزيز العمل العربي والاقتصادي والاجتماعي من أجل تخفيف المعاناة عن الفئات الضعيفة في المجتمعات العربية وتلك التي تواجه مصاعب متراكمة. أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن بلاده تطالب بعضوية كاملة في الأمم المتحدة، وخلال كلمته في المنظمة الأممية في ذكرى النكبة أكد عباس الالتزام بالشرعية الدولية، مشيرا إلى صدور 1000 قرار أممي منذ النكبة في عام 1948 ولم ينفذ منها أي قرار. ولا تزال تصادر أراضي فلسطينية وتبني المستعمرات اليهودية عليها، فضلا عن فرض نظام فصل عنصري أبارتايد على الفلسطينيين سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 67. لقد اتخذت هذه المنظمة الدولية عبر السنين مئات القرارات التي تقر بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة في وطنه. والحقيقة مجموع القرارات التي اتخذت من الجمعية العامة ومجلس الأمن وحقوق الإنسان حوالي 1000 قرار، 1000 قرار منذ عام 47 إلى اليوم، لم ينفذ منها قرار واحد ولا واحد. ومنها القرار 181 للعام 1947 الذي يقضي بقيام دولة عربية للشعب الفلسطيني على مساحة 44% من أرض فلسطين التاريخية إلى جانب دولة إسرائيل، وكذلك القرار 194 الذي يقضي بوجوب عودة اللاجئين إلى الفلسطينيين، وقد كان إلزام إسرائيل بتنفيذ هذين القرارين شرطاً هذا الزمان لقبول عضويتها في الأمم المتحدة. أعلنت السلطات الأوكرانية أن دفعاتها الجوية تمكنت من التصدي لهجمات روسية على العاصمة كييف وعدة مناطق أخرى.
طالبت الإدارة العسكرية في كييف السكان بالبقاء في الملاجئ، ويأتي ذلك بعد سماع سلسلة انفجارات قوية وسط كييف. وجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الشكر للدول الأوروبية التي أعلنت تقديم مساعدات عسكرية جديدة لكييف، وخلال كلمة له على متن أحد القطارات في طريق عودته من لندن، أكد زيلينسكي مواصلة العمل على التنسيق مع الدول الحليفة لإمداد أوكرانيا بطائرات مقاتلة. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن موقف بلاده ثابت بشأن دعم أوكرانيا، وأشار ماكرون إلى أن فرنسا لا تشن حربا على روسيا بل تساعد أوكرانيا على مقاومة العملية العسكرية الروسية. هذا وأكد الرئيس الفرنسي أن بلاده ستقدم لأوكرانيا معدات وذخيرة وصواريخ لها مدى يسمح لكييف بمقاومة وقيادة الهجوم المضاد. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن 31 دبابة من طراز أبرامز وصلت إلى ألمانيا للمشاركة في برنامج تدريبي للقوات الأوكرانية على استخدام الدبابات الأمريكية. قال البنتاغون أنه من المرجح أن تبدأ الطواقم الأوكرانية التدريب في مدينة جرانفنفور بولاية بافاريا الألمانية خلال الأسبوعين المقبلين، مبينا أن برنامج التدريب قد يستغرق عدة أشهر. أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة أن نظام كييف ومن يمدونه بالأسلحة مسؤولون عن جرائم قتل المدنيين، مضيفا أن الأسلحة التي تضخ في أوكرانيا تزيد من أمد الأزمة. ماذا عن الالتزام بحماية المدنيين؟ أم أن أولئك يعتبروا مدنيون من الجانب الخاطئ ولا يستحق الحماية؟ إن المسؤولية عن هذه الجرائم لا تقتصر فقط ولا يلام عليها فقط نظام كييف، ولكن أيضا من يمدون هذا النظام بالأسلحة. علاوة على ذلك، فيوميا عندما يبدو أن سيل تقديم الأسلحة وتزويد كييف بالأسلحة قد بلغ الزبا، نجد أن المزيد من الأسلحة تضخ في أوكرانيا، وتريدنا تقارير جديدة بوجود الكثير من هذه الأسلحة من قبيل الهاي مارس، وهي رجمات الصواريخ وكذلك المقذوفات باليورانيوم المخصب ونظم القذائف طويلة المدى، هذا إلى جانب مئات الدبابات وغير ذلك والعدد على الجرار. ولذا ستعود إلى هذه المسألة من جديد في اجتماع الذي طلبنا عقده في 18 مايو أيار. كل هذه الأسلحة التي يقدمها والذي يزود بها نظام كييف، أعضاء في هذا المجلس أيضا أولئك الذين من جانب آخر يبدون منشغلين أي منشغال حول أجزاء المغبة الإنسانية في أوكرانيا، إنما هم متورطون في مقتل المدنيين والنساء والأطفال كل يوم وتدمير المشافي والمدارس في كل من جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين وزابوريجيا وكذلك خيرسون. أكد مندوب أوكرانيا بمجلس الأمن أن روسيا ارتكبت الآلاف من جرائم الحرب وقتل المدنيين في أوكرانيا بحسب وصفه. أضاف أمام مجلس اجتماع الأمن لبحث تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية أن المدنيين الأبرياء كانوا هدفا للأسلحة الروسية منذ اليوم الأول للعملية العسكرية. نحن هنا للحديث عن الحرب المناصرة لروسيا ضد بلدي بعد واحدة من أحلك حقبات تاريخ هذا المجلس، ألا وهي رئاسة الدولة المعتدية لهذا المجلس في شهر أبريل، والتي شكلت ضربة تضاف للمبدأ لتقويض هذه الهيئة الأساسية للأمم المتحدة. في شهر أبريل
فحسب، فإن المحتلين الروس قد ارتكبوا 6139 جريمة حرب، وأدت هذه الجرائم لمقتل 207 أوكراني مدني منهم 11 طفلا. وفي 28 من أبريل فإن روسيا أطلقت ضربات صاروخية على مبنى مؤلف من طوابق عديدة، مبنى سكني، وهذه المرة في مقاطعة تشيراكسي في مدينة أومان، وأدى ذلك ل قتل 23 قاتلا منهم 6 أطفال. قارنوا ذلك بما يقوله بوتين أنه ليستهدف المدنيين. ولقد رأى الكثيرون منكم التسجيلات المسموعة والمرئية التي تفطر القلوب من أمان، حيث انتظر الناس بيأس لساعات طوال بالقرب من الركام لاجتثاث محبوبيهم. وأما في روسيا فإن المتفرجين قد شاهدوا نفس الصور على تلفزيوناتهم في إطار بروباغندا الحكومية في قناة روسيا واحد. وفي تلك الأثناء فإن وزارة الروسية والمناصرة لروسيا، وزارة الحرب، قد وضعت في وسائل التواصل الاجتماعي ما أسمته الحق في الاستهداف. وبالفعل منذ أول يوم من الاجتياح الروسي، وبغض النظر عن سيل الأكاذيب التي جاءت على لسان الممثل المناصر لروسيا في هذا المجلس، فإن المدنيين الأبرياء كانوا هدفا عمديا للأسلحة الروسية واستبيحوا لارتكاب الجرائم الروسية. قال مارتن جريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ إن المساعي ستستمر في الأيام المقبلة لتمديد اتفاق الحبوب الدولي، والذي هددت روسيا بالانسحاب منه في 18 من مايو الجاري بسبب عقبات أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة. جهود حثيثة تقوم بها الأمم المتحدة من أجل تمديد الاتفاق الذي يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية بأمان عبر البحر الأسود، والذي من المقرر أن ينتهي في 18 من شهر مايو الجاري. وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث أشار إلى أن مساعي الأمم المتحدة ستستمر في الأيام المقبلة لتمديد اتفاق الحبوب. وخلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا أكد جريفيث أن استمرار مبادرة البحر الأسود أمر بالغ الأهمية، وكذلك إعادة التزام الأطراف بتنفيذها بسلاسة وفعالية. من جانب آخر، كشف جريفيث أن صادرات الغذاء ضمن مبادرة البحر الأسود وصادرات الأغذية والأسمدة من روسيا الاتحادية ما زالت تقدم مساهمة حاسمة للأمن الغذائي على المستوى العالمي. روسيا بدورها كشفت عن قائمة مطالب متعلقة بصادراتها الزراعية تريد تلبيتها حتى توافق على تمديد الاتفاق. المطالب التي عدتها روسيا تشمل إعادة تشغيل خط ينابيب ينقل الأمونيا الروسية إلى ميناء أوكراني على البحر الأسود، لافتة إلى أن القيود المفروضة على المدفوعات والخدمات اللوجستية والتأمين شكلت عائقاً أمام شحنتها. أما السلطات الأوكرانية فقد أكدت أنها لا يمكنها أن تستبعد انتهاء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود عندما تنتهي فترة سريانه، وأضافت أن الوضع محاط بالضبابية في ظل عدم وجود خطط لإجراء مفاوضات إضافية هذا الأسبوع، موضحة أن كييف تلقت إشارات متضاربة حول مستقبل الاتفاق. أعلنت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية اعتراض 6 طائرات روسية بالقرب من المجال الجوي لولاية ألاسكا، حيث أجرت القوات الأمريكية تدريبات عسكرية واسعة النطاق في الولاية. وقالت قيادة الدفاع الجوي الأمريكية أنها رصدت قاذفات قنابل روسية من طراز TU-95 وناقلات من طراز AL-78 وطائرات مقاتلة من طراز SU-35 في منطقة تحديد الدفاع الجوي في ألاسكا.
أعلنت روسيا إرسال إحدى مقاتلاتها الحربية لاعتراض طائرتين عسكريتين فرنسية وألمانية فوق بحر البلطيق متهمة إياهما بنية انتهاك الحدود الروسية. وأوضحت موسكو أنه تم تنفيذ طلعة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية بشأن استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، مضيفة أن الطائرة نفذت عمليتها من دون تداخل في الطرق الجوية أو إجراء تقارب خطير مع طائرة تابعة لدولة أجنبية. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل المشتبه به في إطلاق النار بولاية نيو مكسيكو والبالغ من العمر 18 عاماً. أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين في حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة فار مانجاتكون، كما أدت الواقعة إلى إغلاق عدة مدارس عامة. لقي 6 أشخاص على الأقل مصرعهم في حريق اندلع في استراحة فندقية بوسط ولينغتون، وأكدت فرق الإطفاء أنه تم إنقاذ 52 شخصا بعضهم لجأ إلى سطح الاستراحة الفندقية. لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم فيما أصيب 13 آخرين جراء إعصار موكا الذي ضرب مينمار، وأجبر الإعصار آلاف الأشخاص على ترك منازلهم واللجوء للأديرة والمدارس والمباني القوية للاحتماء بداخلها. هذا وتسببت الرياح العاتية المصاحبة للإعصار إلى انهيار أبراج الهواتف المحمولة وقطع الاتصالات. ضربت أمطار غزيرة أجزاء من كرواتيا في الأيام الماضية، مما تسبب في غمر ضفاف نهر في مدينة أوبروفاك. أظهرت لقطات مصورة ضفاف الأنهار المليئة بالفيضانات، بينما قام مواطنون بملء أكياس الرمل لصنع مصدات للمياه، كما قامت السلطات بإنشاء سدود إضافية للدفاع عن الفيضانات في أوبروفاك. تفقد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مقاطعة ألبرتا التي تشهد حرائق غابات تفاقمت خلال عطلة نهاية الأسبوع. اندلع في المقاطعة الرئيسية المنتجة للنفط في كندا خلال الشهر الجاري أكثر من 100 حريق، مما دفع أكثر من 30,000 شخص إلى مغادرة منازلهم. يساعد الجيش الكندي في جهود مكافحة الحرائق في المقاطعة منذ الخميس الماضي، حيث يتوقع أن ينضم المزيد من القوات في الأيام المقبلة. حذرت مدن صينية كبرى من تعرضها لطقس حار وسط توقعات بأن تتجاوز درجة الحرارة في بكين ل36 درجة مئوية، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه البلاد لعام آخر من درجات الحرارة القياسية التي قد تهدد إمدادات الكهرباء والمحاصيل والاقتصاد. تستعد الصين لعام آخر من درجات الحرارة القياسية التي قد تهدد إمدادات الكهرباء والمحاصيل الزراعية وتؤثر على الاقتصاد الصيني المتضرر بالفعل. مدن صينية كبرى أصدرت تحذيرات من الطقس الحار بعد أن تجاوزت درجة الحرارة في بكين 36 درجة، كما سجل أقليم يونان في الآونة الأخيرة درجات حرارة تزيد عن 40 درجة مئوية، وهو أمر مرهق لشبكات الطاقة مع بدء تشغيل مكيفات الهواء في ملايين المنازل. إدارة الأرصاد الجوية الصينية حذرت عدداً من المناطق للاستعداد لمزيد من درجات الحرارة الشديدة هذا العام، متوقعة أن ترتفع درجات الحرارة في مدن مكتظة بالسكان مثل جينان وتيانجين وتشينغتشو لتصل إلى 37 درجة مئوية.
كما أوضحت الأرصاد الصينية أن متوسط درجات الحرارة في البلاد ارتفع بسرعة قياسية تجاوزت المتوسط العالمي على مدى 70 عاما الماضية، مؤكدة أن هذا المعدل سيكون أعلى بكثير في المستقبل مع تزايد تحديات تغير المناخ. وتشهد الصين موجات حر متفرقة قبل موسم الصيف العادي، ما يؤثر على عدد من القطاعات ولا سيما قطاع الزراعة، حيث من الممكن أن يؤدي تلف المحاصيل إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتفاقم التضخم والضغط على الاقتصاد الصيني في الوقت الذي يحاول فيه التعافي من آثار قيود مكافحة فيروس كورونا التي استمرت لثلاث سنوات وأعاقت النمو في الصين. حذر رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي من عدم وجود تحرك نحو اتفاق لرفع سقف الدين البالغ 31.4 تريليون دولار في المحادثات مع البيت الأبيض. تأتي تعليقات ماكارثي في الوقت الذي يستعد فيه هو والرئيس جو بايدن لمحادثات حرجة بشأن سقف الدين الأمريكي، مع بقاء ما يزيد قليلا عن أسبوعين قبل أن تفتقر الحكومة الأمريكية الأموال لدفع فواتيرها. قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يالن أن هناك احتمالات أن تتخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها اعتبارا من الأول من يونيو المقبل ما لم يرفع الكونغرس سقف الدين العام، حيث حذرت يالن من عواقب كارثية إذا تعذر على الإدارة الأمريكية أن تسدد فواتيرها، مما سيجعلها غير قادرة على سداد أجور الموظفين الفيدراليين، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى رفع معدلات الفائدة بشكل كبير. قال رئيس فرع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في مينيابوليس أن المصرف المركزي الأمريكي قد يضطر لمواصلة رفع معدلات الفائدة لاحتواء التضخم، ما يشكل مؤشراً لاحتمال زيادة الفوائد مجدداً الشهر المقبل. وفي ندوة نظمت في مينيوستا قال عضو في لجنة تحديد المعدلات أن الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل أيضاً لا يزال متين، وعلى الاحتياطي الفيدرالي أن يبذل جهداً أكبر من أجل خفض التضخم. وإلى الرياضة، حيث استأنف النادي الأهلي تدريباته استعداداً لمواجهة ضيفه الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فنية للاعبين، حيث اشتمل التمرين على تدريب فني وتكتيكي تلاه تقسيمة قوية. اقتنص الداخلية تعادلاً في اللحظات الأخيرة من المصري البورسعيدي بنتيجة التعادل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 28 للدوري الممتاز. تقدم المصري بهدف سجله محمد عبد اللطيف في نهاية الشوط الأول، لكن الداخلية تعادل بهدف من ضربة جزاء عبر سمير فكري. ارتفع رصيد الداخلية إلى 27 نقطة، كما ارتفع رصيد المصري إلى النقطة 37. تقام اليوم 3 مباريات ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالهما فريق حرس الحدود مع ضيفه المقاولون العرب. يحل فيوتشر أيضا ضيفا على السموحة، ويلعب طلائع الجيش أمام ضيفه فاركو.
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهاراً على القاهرة والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب البلاد ومعتدل ليلاً على باقي الأنحاء. والآن مشاهدينا الكرام مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. ختام جولة السابعة مشاهدينا الكرام، وهذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس جنوب إفريقيا لبحث تعزيز التعاون الثنائي ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية. الرئيس السيسي يشيد بالتعاون الجاري مع الجانب النرويجي بمجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر. واليوم انطلاق جلسات الحوار الوطني حول قضايا المحور الاقتصادي بمشاركة واسعة من جميع الأطياف. ولمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لطيب المتابعة وتحياتي، إلى اللقاء، فأمان الله.